جهة اليسار أسهر يحاول والكرة بعد ذلك فيها تسديد. جول لمنتخبنا، صاروخ من عبد الرزاق، صاروخ من الكابتن، صاروخ من القائد، جول رابع للعراق، هدف رابع لمنتخبنا الوطني. وياهو هدف، ياهو هدف، الله 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 الله، رابع للعراق، عابرة للقارات، عابرة عبد الرزاق. على الهدف، عابرة للقارات، صاروخية من عبد الرزاق، هدف رابع ورائع وجميل للكابتن، للقائد، للعراق، وعن طريق عبد الرزاق، عبد الرزاق يسجل هدف رابع، جميل جدا، جميل جدا، واحد من الأهداف الجميلة، لا بل هو الأجمل إلى الآن، مع هدف، مع هدف بلنت. بكل تأكيد أهداف منتخبنا جميلة ورائعة جدا في البطولة.